تقدم، استمرارية وارتقاء أي مجتمع بتعتمد على 3 عناصر مهمة: طاقة، تكنولوجيا والمياه. لينس إنرجي بحاكي 2 من أهم المشاكل اللي بتواجه الأردن هلأ: طاقة والمياه. تكنولوجيا لينس إنرجي مستوحاة من الطاقة الشمسية المركزة، تركز أشعة الشمس باستخدام العدسات على مساحة صغيرة وبتحول الطاقة الحرارية لطاقة ممكن استخدامها والاستفادة منها لإنتاج الكهرباء، إنتاج البخار أو تحلية المياه. ممكن نستخدمه بالمصانع، بالمدارس، بالمحطات الكهرباء أو محطات تنقية المياه.